الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، قدمت لكم في هذا الموضوع التوحيد وحدات تتكلم عن صفات الذات لله الواحد القهار، وكان آخر موضوعاتها صفة التكلم، ذلك أننا قد شرحنا هذا الأمر وهو يتطلب منا تقوية الإيمان بعد بنائه وتأسيسه. والآن جاء دور بياننا لقضايا تتعلق بالإيمان تحت مسمى مسائل الإيمان. كانت هذه الوحدة مسائل الإيمان من حيث مسماه، ومن حيث قضية زيادته ونقصانه، وكذلك من حيث مسألة التكفير وكيف كانت سرا وسببا من أسباب نشر الشقاق والخلاف في أمة الإسلام. وأخيرا نختم هذه الوحدة بدرس يبين لنا أحكام أهل القبلة. نبدأ بالدرس الأول تحت مسمى الإيمان وأقوال الناس فيه، وذلك وفق بعض العناصر التي تشرحه وتقدمه لك عزيزي الطالب. في هذا الدرس سنقف على عنصر مسمى الإيمان. هذا العنصر يشرح لنا ما المقصود بالإيمان، وكذلك نبين أقوال الناس في مسمى الإيمان، ونختم ببيان ما يضاد التوحيد وهو الشرك والعياذ بالله. أما عن مفهوم الإيمان فإننا نعمد إلى ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فيبين لنا مفهوم الإيمان. يقول: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إن الإيمان هو الإقرار باللسان، لا يكتمل الإيمان إلا بأن يقر المرء بأنه مؤمن، ومعنى أنه مؤمن أن يقر بالشهادتين ويعمل بمقتضاهما، وكذلك يصدق بجنانه أي بجميع أركانه التي منحه الله إياها، يصدق بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله، ويؤكد على أنه حق لا ريب فيه، ويؤمن الإيمان الكامل بأن هذا الإيمان إذا صح وتم لصاحبه تحققت له الخشية والتقى، وكان أقوى في مواجهة الهوى وأثبت في ملازمة الأولى، أن يفعل ما ينبغي أن يفعل ويترك ما ينبغي أن يترك. أشار الطحاوي هنا في هذا التعريف إلى الاختلاف الواقعي بين الفرق في مسمى الإيمان، وهذا ما يشدنا إلى العنصر الثاني، حيث نبين آراء العلماء وبيان الفرق بدلالة كل واحدة منها على ما وصل إليه وما ذهب إليه. أما عن أقوال أهل السنة فقد اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. أول هذه الآراء مذهب أهل السنة والجماعة كالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، ذهبوا جميعا إلى أن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان هنا قول وعمل، لا يتم الإيمان إلا بالقول والعمل على حد سواء، فإذا ما كان القول خلوا عن العمل فإن ذلك له مقام آخر سنتعرض إليه في حينه. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. أما فرقة أخرى من المتكلمين وهم كثر، فقد ذهبوا إلى أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يكفي أن تكون مقرا ومصدقا بالقلب، وهذا الفريق قد أخرج العمل عن دائرة الإيمان.
أما أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى كذلك عن أبي حنيفة رحمهم الله جميعا فإنهما معا يذهبان إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان وأن الإقرار ركن زائد ليس بأصلي. الإقرار باللسان ركن زائد يعني يكفي العمل ويكفي الاعتقاد، هذا مروي عن أبي حنيفة وهكذا نقل عن أبي منصور. أما عن بقية الآراء فنلجأ إلى رأي الكرامية، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان إقرار باللسان فقط. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد، أي قول الكرامية فيها ما ذهبوا إليه فاسد، إذ إن الإيمان لا يصلح فقط أن يكون عند الإقرار. كذلك الجهم ابن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية يذهبان إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. انظر عزيز الطالب، هذا الفريق جعل الإيمان محصورا في مجرد المعرفة، كما جعل الكرامية الإيمان محصورا في مجرد الإقرار. وهذا القول كقول الكرامية والجهمية وأبي الحسين الصالحي كلها آراء فاسدة، وهي أفسد مما قبلها. فإن لازم هذا القول الذي جعل الإيمان محصورا في الإقرار باللسان أو المعرفة بالقلب، فإن هذا الإيمان بهذه الطريقة وهذه الدرجة يجعل فرعون مؤمنا، ويجعل فرعون وقومه كانوا في مقدمة المؤمنين، إذ إن فرعون كان يعرف بصدق موسى عليه السلام وهارون، ولكنه مع ذلك لم يؤمن. ومن هنا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هكذا واجه موسى عليه السلام فرعون، فجعل مقام موسى مقام فرعون مقام كفر وعناد. ولم يعترف فرعون أو لم يكتب موسى عليه السلام في التاريخ أن فرعون كان مؤمنا، ولكنه كان كافرا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين بل كانوا كافرين به معاندين له. ومن هنا علمنا أن الإيمان لم يكن فقط مقصورا على القول أو مقصورا على الاعتراف أو المعرفة، وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد. هذه هي أقاويل الناس في الإيمان، وهي كلها مردودة وبعضها أفسد من بعض، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة وذهب إليه جمهور الأمة من سلفها حتى عصر الحديث ممن يسير على هذا المنوال، من أن الإيمان يشمل الاعتقاد بالقلب والعمل والأقوال، وهذه الأقوال هي الأقوال الشرعية، يعني أن يعتقد المرء بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويطبق ما جاء به الشرع حسب ما أمر الحق تبارك وتعالى. فالاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة هي مسمى الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ونأتي الآن إلى مسألة هامة من مسائل الإيمان مترتبة على اختلاف الناس، وذلك الاختلاف في مسمى الإيمان، وهي مسمى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وآراء الفرق حولها. أعتقد أن هذا الدرس مترتب أو هذه النقطة مترتبة على درس مسمى الإيمان، وهي لذلك قد خصصت الدرس القادم لبيان زيادة الإيمان ونقصانه.